تتجه منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية خلال الفترة المقبلة إلى نقل الحجاج عبر مركبات معلقة على سكك حديدية تعمل بالطاقة الكهربائية في 5 محطات تنطلق من مشعر عرفات مروراً بمزدلفة ومنى وصولاً إلى الحرم المكي ذهاباً وإياباً. ووفقاً لصحف محلية فإن هذه المركبات تعمل على مسار بهيكل معدني يسمح بسيرها على سكك حديدية بين 5 محطات بمسافة 19 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة وتستغرق 13 دقيقة للاتجاه الواحد. سيتم دراسة إمكانية التطبيق خلال الفترة المقبلة.